بالطبع اليوم متواجدين أمام أحد المدارس في إمارة أبوظبي، وذلك خلال عمليات تفتيشية الدورية التي يقوم بها مركز النقل المتكامل. طبعا نحن استعداداتنا كانت لبداية العام الدراسي، قمنا بعدد من الحملات التفتيشية لما يقارب 6300 حافلة مدرسية، بالإضافة إلى إصدار عدد 6400 تصريح للسائقين و 7000 تصريح للمشرفين. طبعا في ضوء الحملات التوعوية اللي قمنا فيها خلال الفترة السابقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في شرطة أبوظبي، تم عقد عدة ورش تدريبية للسائقين والمشرفات، وذلك لتوجيههم بشروط السلامة المرورية الواجب اتباعها أثناء إيصال أبنائنا الطلبة خلال العام الدراسي. طبعا التفتيشات خاصة بالمركز هي بشكل دوري خلال العام الدراسي بشكل كامل، ذلك التأكد من المواصفات الفنية للحافلات والتأكد من التصاريح الصادرة للسائقين والمشرفات. قامت دائرة البلديات والنقل متمثلة مركز النقل المتكامل بعمل عدة دراسات حول بعض المدارس في إمارة أبوظبي، وذلك لتسهيل عملية وقوف الحافلات وأماكن انتظار أولياء الأمور وتوفير ممرات السلامة، وذلك للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة أثناء صعود ونزول من الحافلة. نحن اليوم ندعو لجميع السائقين نوصل لهم رسالة ضروري جدا الالتزام بالتوقف التام بما يقارب 5 أمتار عن الحافلة المدرسية بالاتجاهين عند فتح علامة قف، وذلك لضمان سلامة وصول أبنائنا الطلبة لمنازلهم أو للوصول للحافلة. طبعا جميع حافلات النقل المدرسي مزودة بكاميرات رقابة بجوانب علامة قف، وذلك رصد الجهات المركبات المخالفة وتحرير المخالفات طبعا بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في شرطة أبوظبي.